الدرجات الأولى، دوري الدرجات ودوري الدرجة الأولى ما تنفع. شكرا. احنا طبعا كمجلس اداره حددنا في الاجتماعات السابقه ان انطلاق بطولات المراحل اللي هي الثانيه والثالثه هذه تبع الاتحادات الفرعيه، واعطيناها الاذن الان في اعلام كل الانديه اللي استعدن باش ينطلقا. بالنسبه للدرجه الاولى ان شاء الله حيكون يوم 15 اكتوبر، والان وضعنا البرنامج امام ناس مختصين وخبراء يضعون لنا طريقه الدوري وفكره الدوري وتقسيم المجموعات على حسب المناطق، ويقدمون لنا نظام المسابقه، لان نظام المسابقه لابد ان احنا نمشي بكل نظام مسابقه يوضع من البدايه، ما عادش يتم فيه تغيير. نظام المسابقه اللي يوضع من البدايه من الاخوه المختصين او لجنه المسابقات ما عادش يتم تغيير. بالنسبه للدوري الممتاز باذن الله مع بدايه اكتوبر، حتى هو اتفقنا عليه على اساس نبدا بدايه تكون بدري قبل المشاركات، لان احنا تكون عندنا ان شاء الله باذن الله الوعود القادمه مش حتكون نفس الانظمه السابقه، يعني حنضع برنامجنا كامل. لجنه المسابقات حتضع لنا البرنامج الخاص بنظام المسابقه، يتم عرضه على اعضاء مجلس الاداره، يتم اعتماده، ويضع نظام المسابقه اللي حيكون واضح امام الجميع وتكونوا موجودين فيه كاعلاميين، ونضع رزمانه كامله للجدول، يعني حيكون واضح الى نهايه الموسم، ما عادش نقدر نضعه وينتظر الجمهور تغيير ملعب، تغيير منطقه، تغيير فريق. هذا الموضوع من ضمن الاشياء، يعني احنا استفدنا من المسابقه السابقه ومن اخطائنا السابقه في اشياء مش حتكرر في الموسم القادم. فباذن الله انطلاق الاولى والممتاز في شهر بدايه شهر اكتوبر. بالنسبه للمراحل الاخرى حينعطى الاذن خلال الاجتماع القادم للاتحادات الفرعيه وهي المشرفه اشراف مباشر على كل المراحل. بالنسبه للفئات السنيه اعتقد انكم بتتبعوا فين وصل لمراحل نهائيه، منها من يومين كانت في مباراه في مدينه المرج بين الاهلي تقريبا والنصر، وطرابلس حتى هم للمراحل الاخيره، الجبل حتى هم في المراحل الاخيره، الجنوب والغربيه حتى هم تقريبا اللي تموا وموجودين في المراحل الاخيره باذن الله. زي ما عودنا دائما نتواصل مع الاعلام، ممكن فترات يعني من فتره لفتره، ولكن نحيي فيك تواصلك مع الاعلام ومع اقامه مثل هذه المؤتمرات الصحفيه اللي صار بالصوره للشارع الرياضي. فراس الفويرس من شبكه راديو تلفزيون الوسط قناه الوسط. مرحبا بك. استاذ حكيم، ثلاث اسئله مش كثر عليك، لكن فيه سؤال يعني اجبت عليه من خلال الطرح السابق. مباريات الابطال والكونفدراليه الاهلي طرابلس والاتحاد خلال الفتره القادمه، يعني هناك مطالب من هذه الانديه لاحتماد ملعب طرابلس الدولي وفك الحظر. الفتره اعتقد ان الفتره مش كافيه حتى للصيانه ولاقامه فك الحظر وازاله الحظر على ملعب طرابلس. نبو نسبه منك، يعني كيف تشوف ان ملعب طرابلس الدولي ممكن حيستضيف مباريات هذه الفرق في الابطال وفي الكونفدراليه؟ شكرا اخوي فراس ومرحبا بك. اولا بالنسبه لملعب طرابلس الدولي، الحقيقه انا من الناس اللي كنت الايام الماضيه حتى خلال المباراه النهائيه في تواصل، واؤكد من خلالكم اني انا معكم، ومفروض الحقيقه تكون في شغل مستعجل لهذا الملعب، لان حتى المعايير ما هي صعبه واجد، يعني لو كان يكثفوا الشغل مره في نيجيريا في خلال 48 ساعه كان ملعب جاهز باشياء ما كانتش موجوده، يعني ملعب معايير اللي طلبتن الفيفا والكاف، توسيع غرف، تصليح بعض المدرجات، الكاميرات. يعني انت شفت ملعب بنينة كان عليه ملعب شهداء بنينة كان عليه ملاحظات، ولكن الحقيقه لابد نشكر الناس اللي اسرعوا، سواء من عميد بلديه بنغازي او شباب والرياضه، والى ناس الحقيقه كثيرين جدا جدا او العاملين في الملعب. فملعب طرابلس حتى لو تاخر بسيط ان احنا ان شاء الله نقولوا فرقنا حيمشي في 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 المجموعات في يعني في في مباريات متقدمه يوصلوا ان نلعبوا فيها. يعني انا من ضمن الاشياء قلت لهم نتمنى ان المباراه الثانيه للمنتخب الليبي باش نكون عادل بين كل المناطق، نحن نلعبوها غادي مثلا مباراه مصر او اي مباراه من المنتخبات نلعبوها سواء في طرابلس ولا في مصراته ولا اي ملعب، كله ليبيا في الاخير. فان شاء الله في وعود، والان حتى في مهندس طلبنا منا مقايسه ساعدنا في الموضوع هذا، وفي وعود انهم يسعوا في الموضوع هذا، وسعيين حتى الانديه اللي غادي اللي هم الاهلي واللي يهمهم الاهلي وهم جزء من ليبيا ويهمنا نحن كليبيا، سواء الاهلي طرابلس او الاتحاد. لكن نتمنى انا من النهج الاخوه المسؤولين على راسهم رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضه والمنشات يسرعوا في هذا الموضوع. الموضوع مش حياخذ وقت كثير ولا ياخذ زمن كثير اذا كانوا مصمموا على ان هذا الملعب يجهز. بالنسبه لملعب طرابلس، وانا معك في ان ملعب طرابلس لازم يكون جاهز حقيقه، يعني لان في اشياء واجده، العاصمه ملعب رئيسي، لها
ميزات كثيرة، انتصارات منتخب كثيرة، مع لأن ملعب بنينة أنت عارف أول مرة نلعب عليه، يعني مش من قبل لعبنا عليه، وبارك الله فيهم الناس، وهي عندنا فيه مباراة القبول إن شاء الله ربي يوفقهم. للسؤال الثاني الخاص باللجان، الاجتماع القادم هذا حد مجلس إدارة فيه، تم في اجتماع المرج خلال الشهر الماضي اختيار لجان، ولكن احنا قلنا خلي الدوري يكمل باللجان اللي موجودة فيه الآن. كانت لجنة التحكيم تغيرت في 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 ظرف من أعضاء مجلس الإدارة بالكامل، وكنت أنا موجود معهم، ونشكر حتى باسمكم لجنة التحكيم السابقة بالكامل ولجنة التحكيم اللي قائمة الآن. ولكن الاجتماع القادم يوم 31 في 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 زيبستي بإذن الله حيكون فيه الرأي النهائي لاستقرار اللجان أو تغيير بعض اللجان أو تغيير بعض الأشخاص، ما يراه مجلس الإدارة، لأن هذا رأي جماعي حيتم، ولكن بإذن الله لابد من حزم في هذا الموضوع، لأن نبدأ البطولة بلجان مستقرة، سواء اللجان الموجودة أو تغيير أو دمج بعض الأشخاص في لجان أو تحوير بما يروه أعضاء مجلس الإدارة بالكامل، لأن هذا قرار مجلس الإدارة بالكامل وأنا معاهم في كل القرارات. فبإذن الله حتشوفوا أشياء طيبة. أنا قلت لكم موسم جديد حيبدأ بشكل آخر يختلف على كل المواسم السابقة، لأن احنا الآن تمينا تحت أنظار العالم. يكفي انت قلت لك لما تقول الفيفا تتبع في 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 كل الاشياء اللي عندنا، وانا بلغت في مره في 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 لقاء ومؤتمر بعد ما صار بعض الاحداث في بعض الملاعب، قلت لهم انتبهوا راهو نقعدوا في خطر امام الفيفا والكاف، فان احنا حتى ملعب بنينه يضيع منا مره ترى، والحمد لله جوزنا هذا الموضوع. ولكن الان الامور تمت واضحه، والان اخرى نقطه اضيفها لك، ان حتى رئيس الاتحاد الدولي قريبا حيكون في زياره لليبيا، رئيس الاتحاد الافريقي خلال المدة القريبة القادمة، يرجف التنسيق الكامل باش نكونوا أمام واضحين، ويكون عندنا مقر نستقبلوا فيه الناس هذا اللي قاعدين نطالبوا بمقر. فأنا دخلت حتى في هذا الموضوع من جانب سؤالك اللي هو سألت أنت على ملعب طرابلس. احنا حتى مع ملعب طرابلس ما عادش نبي نقول إمكانيات، لأني قعدت لو نقول إمكانيات يقول لك أنت علاش قاعد تقول إمكانيات، أنا خلاص إمكانيات الآن الحمد لله بدأت تتحسن، ظروفنا بدأت تتحسن، دعمنا بدأ بالتدريج، لان انت عارف كان علينا زي الحظر لعدم قفل ميزانيات سابقه ولمشاكل سابقه ما عادش نبغى نحكوا فيها، ولكن الان بدينا الحمد لله في وضع تحسن. السؤال الثالث فيما يخص كليمنتي. طبعا انا قلت لان كليمنتي كان في وقت من الاوقات بعد كان مع منتخبنا كان يقيم برا، مقيم والمنتخب يجي برا يعني، ولكن المعسكرات هذه لكل الدول يعني سواء الجزائر ولا تونس ولا كذا. اولا اختار هو المكان، طبعا هو من ناحية فنية أنا سلمت الأمور من ناحية فنية وقلت له هو مسؤول عن الناحية الفنية في أن هو طالب منطقة معينة، يبي المعسكر مغلق، يبي يطلع الرياضيين من 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 جو معين، ما مش نتكلم ونحن نقوله ضي ومشاكل يعني، ما مش ندخل في هذه المشاكل، ولكن حاولنا نحن نطلعوهم في جو نهيئوهم أنهم يوصلوا يوم 28 قبل المباراة ب 72 ساعة يرجعوا إلى بنينة. ولكن المعسكرات القادمة كلها نفس ما وعدت وعند كلامي في هذا، لكن هذا راهو المعسكر مش الغرض منه انه هو برا، لا هو الغرض منه طلاب في منطقه معينه، منطقه جبليه، منطقه فيها ملاعب، ومنطقه فيها انديه ومنتخبات معسكره في نفس المنطقه، يعني حيلعب مباريات وديه، ولكن هو يبي المعسكر مغلق ويبي يطلع الرياضيين من جو. عندنا لاعبين محترفين بيكونوا قريب في الدخول، انت الان تعرف مشكله مع تونس في القفل هذا، يعني مش مشكله نقصد مشكلة أنت الطيران تم صعب بين ما تنقل مجموعة وبين ما كل مرة يدخل لك رياضي من منطقة، واحد جاي عن طريق مصر، واحد بيش يوصل لك عن طريق تركيا، هذا الغرض من المعسكر. لكن كلامنا هو الكلام، ودليل على ذلك أن الأيام القريبة القادمة عندنا مدير فني حيقيم إقامة تامة في 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 مكتب، دليل على مكتب داخل اتحاد الكورة إن شاء الله تحصل على مقر، وحيقيم إقامة كاملة تعاقدوا معه لمدة طويلة للاهتمام بكل الفئات، يبدأ من الفئات السنية ويهتم بكل الفئات، ويدخل حتى في نظام الدوري وتطوير الدوري وكيف نبغى نتقدمه، نقعدوا أندية محترفة مثلنا مثل السعودية، مثلنا مثل المغرب، مثلنا مثل مصر، أندية محترفة يلعبوا فيها ناس محترفين، سواء حتى الليبيين يكونوا محترفين أو سواء يكونوا من دول خارجية محترفة، باش نحن نرفع من مستوى الكرة في ليبيا. هذا الغرض من هذا الموضوع، لكن راهو الكلام كان موجود. كليمنتي حضر كليمنتي حتى نصف النهائي وحضر بعض المباريات، المدرب نتاعه ومساعدين المدرب جاب مساعدين معاه، تبعوا مباريات في جابيا، تبعوا مباريات في البيضة، تبعوا مباريات في طرابلس، تبعوا مباريات في مصراتة، كانوا موجودين
كانوا موجودين وتابعوا في مباريات، تابعوا مباريات في بنينة. فهم هذا الكلام اللي قلت أنا زمان، كانت الإقامة خارج ليبيا والتنقل كله خارج ليبيا. الآن الغرض منا معسكر مغلق، أقل شيء نقدموا شيء إيجابي للمباريات القادمة اللي نحن قابلين عليه، هذا الغرض منا. في تنسيق، هو طبعا في تنسيق مباريات ودية، طلب مباريات ودية مختلفة المستويات، نسقنا لها مع السادة اللي اتفقنا معاهم في المعسكر، الأمور طيبة. قاعد نتبع فيهم، حتى من قبل المؤتمر بساعة كنت على تواصل مع رئيس الوفد ومع المدير المنتخب ومع الإداري المنتخب، في تواصل كامل. إن بدأوا في التدريبات من أمس الصباح، واليوم عندهم تدريب صباحي ومسائي، والرياضيين المحترفين بدأوا يوصلوا. في بعض الرياضيين ممكن حيوصلوا يوم 28 ويجوا مع المنتخب، في رياضيين حيوصلوا هنا ليبيا مباشرة نظرا لالتزامات الفرق نتاعهم، لأن أنت عارف المدة يعطوا في الأيام. لو جيل القانون أنا ما نقدرش نحكم في الفريق اللاعب المحترف عنده إلا قبل المباراة ب 72 ساعة، وإلا في الأيام الخاصة بالفيفا اللي هي تقام فيها هذه المباريات.